أهلا بكم في حلقة جديدة من الرياض ونتابع فيها. أسواق النفط والمال تترقب الميزانية السعودية مع توقعات بخفض العجز عن العام الماضي. والسعوديات تفوق في التعليم العالي وآفاق جديدة في العمل والمشاركة. من الرياض مع حمد المحمود. من الرياض نافذتنا الأسبوعية على الأحداث السعودية والإقليمية، أهلا بكم. ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأبرز في الساحة الاقتصادية السعودية، حدث إعلان الموازنة العامة للدولة والذي يترقبه السوق المحلي وأسواق النفط العالمية وأسواق المال والاستثمار. فمن المتوقع بحسب الخبراء أن تحقق ميزانية العام الماضي عجزا مقداره 430 مليار ريال، ويتم تخفيض العجز في ميزانية 2016 إلى 294 مليار ريال، وذلك من الإجراءات المسبقة التي اتخذتها الحكومة أنها طلبت من الجهات الحكومية إعادة الأموال التي لم يتم إنفاقها على المشاريع المخصصة لها خلال عام 2015 وعدم إجراء مناقلات كما كانت تلك الجهات تقوم بها، بحيث تنفق تلك الأموال على بنود أخرى. الاثنين هو موعد عقد مجلس الوزراء والموعد المتوقع لإعلان الميزانية العامة للمملكة، وستتضح الرؤية حول كيفية التعامل مع انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية. للحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفينا في هذه الحلقة في برنامج من الرياض. معنا هنا في الاستوديو الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان، وأيضا المستشار المالي الدكتور عبد الله بعشن. ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. أبدأ هذا الحوار معكما ضيوفي الكرام. دعني أبدأ معك دكتور عبد الله، وأتساءل مع قرب إعلان الميزانية السعودية يوم غد كما هو مقرر، رأينا هناك ارتفاع في أسعار أو ارتفاع في البورصات الخليجية متأثرة ببورصة الأسهم السعودية مع قفالها لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك، أنا أعتقد أول حاجة أنه الحدث كبير، الحدث كبير لماذا؟ لأنه يأتي في وقت صعب وفي وقت تكثر الأسئلة فيه، وعندما تكثر الأسئلة تتنافر الإجابات، فقد يكون الأسواق المالية استبقت اليوم، ولكن أنا لا أربطها الحقيقة بما سيحصل غدا من أرقام، لأنها من يعني قبل كذا أخذت هذه الأرقام في الاعتبار، لأنه عملية وجود عجز أو لا وعدم وجود عجز ليس بالمشكلة التي تحتاج إلى تخمين أو إلى النظر في إجابات، هي عملية حسابية بحتة. أنت تنتج كذا، العائد عليك كذا، انخفض سعر النفط حوالي 70% من 100، خلينا ندعها كمتوسط، إلى 36 أو 30. إنتاجك مستمر في الأربع الخمسة شهور الأخيرة، لا زالت المملكة تنتج قرابة 11 مليون طن. ميزانيتك السابقة اللي هي الآن حتنتهي بنهاية الأسبوع هذا عملت على أساس 50 دولار تقريبا، يعني ولو أنه لم تكن مصرح بها، ولكن هذا، فإذا العجز سيكون في هذا الحدود، فأنت ليس عندك الانخفاض الكامل اللي هو 60 أو 65% من السعر، ولكن سيكون في معدل 40 إلى 45%. فإذا رقم العجز هي عملية تقريبية، ولكن ستكون قريبا مما سيصدر في الموازنة. ما أعتقد ما يهم الآن هو what's next، ما هي الخطة؟ لأنه ما يحصل الآن إنه الموازنة، ما هي الموازنة؟ الموازنة هي برنامج عمل للدولة. الموازنة ليست كميزانية الشركات، ميزانية الشركات هي مركز مالي في لحظة معينة، أنت بتأخذ كاميرا وبتصور الشركة في لحظة معينة، لكن لا، هنا أنت بتنظر إلى المستقبل، تدخل فيها كل هذه الظروف، الجيوسياسي، العوامل الاقتصادية، ثم عوامل أنت إيش المصادر الأموال اللي عندك وإيش النفقات. يمكن أختصرها بأقصبة، أنا أعتقد ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى هو التوجه إلى كما أشار، أو هذه الرؤية أعتقد اللي هتكون، رفع كفاءة الإنفاق، رفع كفاءة الإيرادات، الاستمرار
في خطة التنمية وفقا للإمكانيات المتاحة. نعم دكتور عبد الرحمن، يعني التساؤل أيضا، لماذا هذا الترقب الكبير لهذه الميزانية؟ الكل يترقب، ليس فقط في الشأن الداخلي السعودي ولكن حتى الأنظار العالمية تترقب هذه الميزانية. طبعا التغير في الوضع المالي بالمملكة يعني كبير جدا، يعني إذا يعني الفرق بين الوضع مثلا في نهاية 2014 عندما كان البترول حوالي $100 وبين الآن ممكن 36-37 دولار، فالفرق كبير. يعني الانفاق الحكومي بالمملكة خلال العشر سنوات الماضية ارتفع بشكل متسارع يعني وبشكل كبير، بحيث أنه الانفاق الفعلي في العام الماضي كان 1100 مليار. طبعا المعدلات العالية هذه من الانفاق لا تتناسب مع معدلات الإيرادات الحالية، وبالتالي هناك حاجة لوضع خطط لتطوير مصادر الإيرادات الأخرى غير النفطية، وبنفس الوقت هناك حاجة لتخفيض الإنفاق. ما هي البنود اللي سوف تنفق؟ كيف تنفق؟ من اللي يمس في هذا يعني يعني التقليل يعني التقليل من الإنفاق، من كيف سوف يقلل؟ والإيرادات كيف سترفع؟ يعني التساؤلات فعلا محيرة، لكنه الصورة العامة انه في شيء لازم يسوى، يعني الوضع لا يحتمل البقاء يعني كما كنا، ولذلك التحدي ذا كل إني يتساءل كيف سيحل. التحدي ليس سهلا يعني. طيب أنت تتحدث يعني من منطوق أكاديمي أو علمي بحت، المتابع البسيط أو المواطن العادي الذي لا ربما يدرك معنى هذه المفاهيم العلمية، ربما البعض يتخوف حينما يسمع كلمة عجز في الميزانية، والبعض يتفائل حينما يسمع بعض المحللين. بنظرة عامة يعني عن مثل هذه الميزانية حينما يكون هناك عجز، هو أمر طبيعي في مثل هذه الظروف، لكن يعني أنا كيف أقرأ وأنا كشخص بسيط عادي أقرأ هذا الإعلان عن الميزانية؟ والله طبعا هي الميزانية الحكومة لا تختلف عن ميزانية الفرد، يعني لا تستطيع أن يكون دخلك 10,000 ريال وتنفق 20,000، لازم تدبر الفرق هذا، تقترض تتآكل أصولك مثل تبيع والله أصول معينة عشان تتحمل مثل المستوى من الأنفاق وما أشبه، هي شيء مشابه تماما بالنسبة على مستوى الدولة. لكنه يعني اللي يتضح الآن أن المملكة تتعامل مع واقع السوق البترولية الحالي الآن على أنه حل وضع مؤقت، يعني ما يظهر فيه يعني نوع من التحفز اتخاذ إجراءات يعني قوية جدا. يعني ما لاحظنا خلال 2015 مثلا في انخفاض كبير بالأنفاق أو في مثلا المشاريع أو في مخصصات الموظفين وغيرها. متى ما صار هناك قناعة مثل من الدولة أنه لا والله إحنا ما مشكلة هتطول، فإنه وفق المعدلات الحالية الانفاق الحالية والإيرادات الحالية فإن احتياطياتنا قد لا تكفي حتى ولا 3 سنوات حتى تعبي الواحد، ممكن ما تكفي لأنه العجز هالسنة على الأقل 600 مليار، يعني طيب. يعني التقديرات تتكلم عن 400، لكن أتوقع أنه لن تقل عن 600 مليار، لكن لابد يعني في مصروفات إضافية خلال السنة هذه، حرب اليمن وراتب شهرين وما إلى ذلك، تجعلنا نتوقع أن الإنفاق الحكومي خلال 2015 أعلى من 2014، يعني يتجاوز 1100 مليار ريال اللي تمت في 2014. لكن لابد هي من إجراءات تتخذ من قبل الحكومة. دعني أتحدث الآن دكتور عبد الله، يوم الغد سيكون هناك مؤتمر صحفي الساعة 1 ظهرا لوزير المالية، وزير التخطيط والاقتصاد، وزير المياه والكهرباء، ومندوب من شركة أرامكو، هذه سابقة لأول مرة تحدث. ما دلالات هذا المؤتمر الصحفي لإعلان الميزانية؟ والله شوف، أنا أعتقد لو نظرت إليها من ناحية الدلالات الاقتصادية أو دلالات حتى ترى الموازنات في العالم كله، يعني الرئيس الأمريكي يطلع يتكلم عن موازنة أمريكا، رئيس وزراء بريطانيا، لكن احنا هنا في السعودية هذا لم ما اعتدنا أن يكون هناك أربع يعني أشخاص مسؤولين من الدولة لإعلان الميزانية، عادة يكون وزير المالية. صحيح، بس أعتقد أنه الآن أصبح الوضوح والشفافية مهمة، زي ما تكرمت أنت، المواطن العادي أصبحت تتجاذبه وسائل الإعلام، جميع وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو غيرها، السوشيال ميديا، فأنت لازم توضح له الصورة عشان يكون على واقع. أنا أعتقد لو نظرت إلى الأربع الأركان هذه أو الأربع الأسماء كما تكرمت، سأجد أول حاجة أنه وزير المالية عنصر رئيسي وتاريخي، يجب أن يحتفظ بهذا الركن التاريخي، لأنه هو التريجري تبع الدولة، هو الخزانة، هو الذي يحرك تجيه الأموال ويصرفها لا أكثر ولا أقل يعني.
فإذا هو بيده الشيء الآخر. أنا أعتقد أنه بعد تفعيل وزارة الاقتصاد، لأن وزارة الاقتصاد هي ثقافة ترى في العالم العربي لم يكن لها الدور الكبير، كان لها الاسم الكبير ولكن لم يكن لها الدور، بل في بعض الأحيان تنازعت هذه الصلاحيات مع وزارة المالية. وأعتقد المملكة العربية السعودية ممكن من الحالات الموجودة في هذا الشيء. الآن أعتقد أنه التوجه حسب التوجه المجلس الاقتصاد المجلس الاقتصادي والتنمية، أنه التركيز على وزارة الاقتصاد وعطاء لها دور لأهمية الاقتصاد ولأهمية العملية الإحصائية. يعني ترى إحنا أحد الإشكالات اللي عندنا، إحنا نتكلم عن الموازنة، إحنا نقول الموازنة هي خطة عمل زي ما قلت، لكن في أهم من الموازنة اللي هو الحساب الختامي اللي فعلا يظهر لك إيش هو العجز، إيش هو الفائض، إيش هي النفقات. هذا لو تنظر إليه ترى ما يظهر في الدولة إلا بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، فتأتيك المعلومة متأخرة وهو يروح لمجلس الوزراء للموافقة عليه، لكن أصبح ليس له. فأعتقد هنا الدور يأتي. بالنسبة أنا أعتقد لوزير المياه والكهرباء، المياه والكهرباء هذا قد يكون فيها إعطاء الحقيقة، وهذا زي ما تكرمت للمؤشرات إنه انتهى وقت الترهل. يعني أنا أعتقد أنت الآن في مرحلة، هل أنت مترهل ولا أنت حيكون عندك فقر دم؟ لا، أنا أنظر إليها الحقيقة زي ما تكرمت، لو جينا ببساطة وبدون لغة اقتصادية بحتة، المجتمع السعودي وصل إلى مرحلة ترهل عالية جدا. هذا الترهل الآن عليه أن يبدأ يشد الحزام فيه شوية بحيث أنه يتخذ المسؤولية. نعم، لكن لن يصل إلى أو لم يصل إن شاء الله إلى عملية فقر الدم واللي هي الخطيرة، أنت تحتاج إلى أن تنقل له دم. السمن زي ما يقولوا في العتاقي لا زال موجود باللغة البلدي والبسيطة. فأعتقد طبعا أرامكو ترى هي القلب من ناحية، هي إيرادات الدولة، هي حتى داخلة في المشاريع كإدارة مشاريع وحتى كمنقذ في بعض الأحيان. فإذا أعتقد لها دور كبير ودور رئيسي قد لم يكن ظاهر الآن، أخذت بدأت تطلع إلى الأضواء. لكن من ناحية تنظيمية أعتقد، أو من ناحية الأورجنايز البحتة، هي مجرد وزارة زي أي وزارات أخرى خدمية، أو لكنها هنا وزارة منتجة. فهنا فرق بين وزارة تنتج ووزارة تدي خدمة، ووزارة تحمي زي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، فكمان الدور يختلف أو اللاعبين يختلفوا. نعم دكتور الرحمن، يعني هل من الممكن اعتبار خروج هؤلاء الشخصيات الأربع يوم غد في إعلان الميزانية بداية اتضاح الرؤية في كيفية التعامل في المرحلة المقبلة مع انخفاض أسعار النفط وتوفير مصادر دخل بديلة للدولة؟ والله يعني يبدو لي انه هذا شيء مؤكد، يعني انه يعني قد يكون فيه يعني تغيير في تعرفة المياه والكهرباء والطاقة، بحيث انه اوجد الحاجة الى وجود هؤلاء الاشخاص ليوضحون مثلا يعني الاجراءات الحمائية الموجودة للمواطنين والفئات الدنيا بالمجتمع، كيف يحمون من التأثير السلبي إذا كان هناك من إجراءات يعني في رفع أسعار بعض الخدمات بالمملكة. لكنه يعني أنا هذا تصور، يعني قد لا يكون صحيح، لكنه وجود وزير الكهرباء ورئيس شركة أرامكو طبعا ليس لهم علاقة مباشرة بالميزانية، لكن وجودهم يكون مبرر إذا كان هناك تغييرات في أسعار المشتقات مثلا أو أسعار تعرفة الكهرباء. نعم، لكن هل البيئة الآن جاهزة للخصخصة على سبيل المثال، أو حتى ربما رفع التكلفة أو رفع شريحة التعرفة لبعض الخدمات؟ والله طبعا هو الإشكالية أنه الأسعار متدنية جدا بالمملكة، بحيث أنه يعني الرفع المطلوب في هذه الأسعار حتى تكون مقبولة عالية جدا، لكنه من الصعب جدا أن ترفع يعني بشكل كبير، وأنه بيكون تدريجي إذا كان ترى عادة من يطالب برفع الخدمات أو أسعار الخدمات يعني خلينا نقولها بالعام يزعل عليه. إيه طبعا، لكنه يعني كجانب إرادي وكجانب مشكلة تخفيض الطلب على السلع هذه اللي فيه قد يكون في تجاوز أو مبالغة في استهلاك هذه السلع بالمملكة بسبب انخفاض أسعارها، يتطلب ارتفاع كبير في الأسعار، ليست فقط، لكنه يعني من غير متوقع أنه حتى لو اتخذ قرار بالرفع أنه يكون ارتفاع بنسبة كبيرة، أنه يكون محدود، وبالتالي تأثيره الإرادي وتأثيره على الطلب سوف يكون محدود. هناك أساليب أخرى ممكن تحقق نتائج أفضل، لكنه يعني
الرفع التدريجي هذا سوف يكون محدود التأثير يعني، لكنه ممكن يعني سوف يكون هناك تقبله في المرحلة الحالية يعني. ممكن لو البترول $100 وترفع مثل سعر البنزين يقول يا أخي في خير واجد يعني ترفع البنزين، لكن الآن يدركون في إنه فيه في فيه مشكلة في وفيه يعني في سبب وفيه يعني يعني الانخفاض كبير في إيراد الدولة، والدولة تقدم خدمات وعليها مسؤوليات، وبالتالي لازم توفر مصادر بديلة بكل تأكيد. نعم دكتور عبد الله، أيضا يعني ربما من بعض الحلول التي ستقدم في المرحلة المقبلة من خلال برنامج التحول الوطني هو يعني انتقائية المشروعات المستهدفة بترتيب الأولوية لهذه المشروعات والإنفاق الحكومي عليها. والله شوف سؤالك جميل الحقيقة. لماذا؟ لأنه سيعيدنا إلى نقطة مهمة جدا خاصة في هذه اللحظة، هو هل سنرى غدا من وزير المالية ووزير الاقتصاد أنه سيتغير أسلوب إعداد الموازنات في الدولة؟ احنا لا، من 1952 او 49 اول ما جاءت شركه فورد عشان تقدم الاستشارات لوزاره الماليه ووضعت هيكله الموازنه، فاعتمدت على ميزانيه رقابيه بحت، لانه انت كنت في طفره او تستمر لازلت يعني في في في, في زياده وفي توسع، فكان بتركز انت على الرقابه. الان انا اعتقد انه قد نرى من وزير الماليه ووزير الاقتصاد، وهذا الحقيقه اللي نتوقع يعني يكون في إجابة غدا، وهذا هل هناك تحول مع التحول الوطني الاقتصادي اللي ينوى أن يقوم، هل في تحول لميثولوجية الأدوات وهي زي الموازنة؟ هل سنرى مثلا موازنة البرامج من الأساس الصفري، بحيث أنه الباب الرابع اللي كان يأخذ المشاريع وعمل مخصصات لها وربط هذه المخصصات والتي هي عبء كانت على الموازنات لأنها لا تستخدم، ولكن قد تفيد الآن في أوقات الأزمات أنك ترجعها، أنه المشاريع هذه تبدأ بالبرامج، أنه عندي برنامج محدد ولكن تمويله ليس على أساس يثقل الميزانية ويظهر عجز كبير أو وفر كبير، إنما يأتي بأساس صفري وفقا لتطور هذا المشروع. وهنا يأتي إلى نقطة أخرى، وهي أنه كمان التحول الوطني حسب ما قرأت أو حسب ما حضروا الأخوان ورشة العمل التي تمت، أنه هناك سيكون في نوع من قياس للأداء، بس قياس الأداء هذا كذلك يحتاج إلى بعض المتطلبات، منها كيفية إعداد الموازنة، منها التوظيف في الدولة. أنت الآن موظف الدولة لا تستطيع أن تجي أن تحاسبه أو أن تقيس أداؤه، لأنه دخله محدود وهو مرتبط معك بعقد كاثوليكي إلى ضمان اجتماعي. ضمان اجتماعي بالضبط. فأنت أنا أعتقد أنه، لكن ترى التغيرات في منطقة الخليج، يعني قطر أعلنت عن الضرائب أو الرسوب أو رفع الإعانة، قطر، البحرين، هذه قد تهيئ. هناك عامل جدا مهم وهو العامل الفصل شعرت معاوية بين السيكولوجي والاقتصاد والواقع، إذا استطعت أن توازن بين هذا، لأنه حتى لا توجد أي خلل اجتماعي لا سمح الله. نعم، إذا دكتور عبد الرحمن توقع أنه سنشهد رفع الدعم عن بعض ربما الخدمات على سبيل المثال يعني المشتقات البترولية؟ والله طبعا هو وارد، والمنطق يقول انه قد يكون في شيء من هالنوع، لكنه هل هو فعلا بيتم مع الميزانيه هو في مرحله لاحقه خلال من خلال برنامج معين للاصلاح شامل يعلن عنه مثلا ضمن عندما يعلن برنامج التحول الوطني هذا، بحيث انه يشتمل على امور مختلفه بما فيها، لكنه من المهم جدا ان لا يكون البدايه هي فقط يعني رفع أو تخفيض الدعم على السلع الأساسية، لأنه هذه تضر بالشريحة الأدنى بالمجتمع، رغم أنهم هم المستفيدين الأقل طبعا. الدعم لا يستفيد منه الشريحة الدنيا، يستفيد منه أنا عندي 20 سيارة استفيد من سعر البترول منخفض أكثر من واحد ما عنده سيارة ولا ما عنده سيارة واحدة، لكنه في نفس الوقت تأثيره على مستويات المعيشة أعلى على هذه الفئة لما ترفع، فلذلك يجب أن يكون ضمن منظومة. يعني لا نستطيع أن نهمل مثلا محاربة الفساد مثلا أو ضبط الإنفاق الحكومي يجعله أكثر فكفاءة، وفي نفس الوقت نرفع الدعم يعني نخفض الدعم على السلع، لأنه هذا يضر بالتوازن المجتمعي يعني الفئات الأخرى. يعني يجب أن يكون هناك والله ضبط الإنفاق، الحد من الهدر. اسمح لي خليني أسألك عن ضبط الإنفاق الآن. مثلا على سبيل المثال قطاع التعليم وقطاع الصحة أكثر قطاعين يتم دعمهم وتخصيص ميزانية لهم في كل سنة، وهم أكثر قطاعين يعني غير مرضي عليهم في أدائهم من قبل المواطنين. هل سنشهد يعني دعم مختلف لهذه القطاعات، بمعنى تشغيل ذاتي للمستشفيات، قطاع الصحة، قطاع التعليم يتم دعمه بشكل مختلف؟
والله طبعا لا، هي مشكله اداريه، يعني مشكله عندما تقول والله يعني تنفق اموال ضخمه على جهاز معين والمخرج رديء، عندك مشكله. هذا اداره هذه الموارد كيف تستغل، يعني عشرات السنين ومشكله اداريه. هي موجوده المشكله الاداريه موجوده. نعم، مثلا نجي لوزاره التعليم، ميزانيه التعليم الضخمه هذه 95% رواتب مدرسين، في إيه ما في ما في حتى مباني ما في ما في كلاس ما في مباني مستأجر صحة وقص عليها مستأجر كل وزارة الصحة أبواب مقفلة بسلاسة وانحرمت يعني هي مشكلة إدارية. يعني واجه مثلا نمسك قطاع التعليم في سبيل المثال، إنك والله صحيح إنك مثلا أعطيت رواتب جيدة للمدرسين وسلم ممتاز وما أدري شو، لكن ما لا في عصا ولا جزرة، ما في، لازم في عصا وجزرة. نعم، هو غير موجودة هذه، وبالتالي هذا يؤثر طيب على مستوى الأداء. أنا باقي معي 3 دقائق، حأخذ رأيك دكتور عبد الله في 1.5 دقيقة عن المرحلة الاقتصادية المقبلة والمتطلبات من قبل الحكومة وأيضا المتطلب من قبل المواطن لابد أن يتحمل المسؤولية في المرحلة القادمة. شوف، عشان أتحمل المسؤولية في المرحلة الماضية يجب أن نقرأ التاريخ. المملكة من عام 2000 إلى 2015 تقريبا لم تمر بمرحلة عجز إلا 4 مرات. العام الماضي كان 66، وفي عام 2009 كان أعلى حاجة 87. الآن أنت تتكلم عن 400، والدكتور رجل اقتصاد وقال 600 يعني. وقد يكون في هذا الرينج أو في حواليه. العملية أنه أتوجه إلى رفع الإعانات عن الطبقة اللي هي تمثل الطبقة العليا والتي لم تستفد من هذه الإعانات من الناحية النفسية، وقد يستغلها غيرها. والمملكة دولة يعني بقيادتها ووضعها معرضة لكل هذه التوجهات يعني. نعم، فبالتالي يجب أن نحمي هذا الأمن المملكة وأمن ونفسها المواضع. فلا، أنا أعتقد أنه أرجع مرة أخرى كما بدأنا، رؤية خادم الحرمين الشريفين أنه ليس ترشيد الإنفاق. ترشيد الإنفاق زي ما تكرمت أنه حنيجي العملية الترحل قد يروح المستشفى ويأخذ عملية جراحية، لكن أنت لا، قد تحتاج أنت إلى رفع كفاءة. أنت أشرت زي ما تكرمت، تتكلم مرة أخرى اقتصاديا، أنا لما يكون عندي أنفق ريال يجب أن يكون العائد منه 10 ريال وليست العائد منه 15 هلالة كما هو حاصل الآن. طيب، أختم معك دكتور عبد الرحمن أيضا رأيك الاقتصادي في ذلك، ورأيك في الخصخصة، ربما لك رأي مخالف جدا عما يتحدث. طبعا الـ يجب أن نتعامل، يعني إحنا للأسف الآن نتكلم عن تنويع مصادر الدخل وتخفيض مثل وتخفيض الـ يعني الإعانات وما إلى ذلك مؤقتا. طيب لو بكره رجع البترول 100 ريال نسينا كل الكلام هذا، فهذا خطا. يعني يجب ان يكون في خطه اقتصاديه طويله الامد تراعي المصالح الاقتصاديه وعدم الاضرار بالاقتصاد على المدى الطويل بسبب والله الهدر ولا بسبب الفقر المبالغ فيه او الفساد وما الى ذلك. وبالتالي يجب ان يكون عندنا استراتيجيه اقتصاديه لا ترتبط بالتقلبات هذه. الجانب الخصخصه، طبعا هناك عندنا مشكله بالخصخصه، انه 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 بدايه البرنامج بالمملكه لم يكن مناسبا، يعني بدي بطريقه معكوسة لما يجب أن يكون. لو نقارن كيف خصخصت مثل الاتصالات السعودية مقارنة بالخصخص برنامج الخاص بريطانيا والدول الأخرى، الذي طريقة مختلفة تماما، يعني بحيث أنه يعني أوجدت نموذج مشوه للخصخصة الآن يخلق بيئة غير مناسبة للخصخصة، بحيث أنه الآن وصلنا إلى مرحلة أنه يستحيل أن تخصص هذه الخدمات من المملكة بسبب هذا الوضع. ويمكن بس أضيف دكتور عبد الرحمن، عملية الخطوط السعودية ترى ما بدأ في الخطوط السعودية بقلوبة كذلك على الخصخصة. يعني تم مثلا تخصيص السعودية للتمويل، السعودية هذه بيعت ومن اشتراها رجع باعها عليك بأكثر. نعم، شكرا لكم ضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الدكتور عبد الرحمن السلطان الأكاديمي والكاتب الاقتصادي، وأيضا شكرا امتد إلى ضيفي الدكتور عبد الله باعشان المستشار المالي. فشكرا لكم، حياك الله على ذلك.